المزمور 115. ليس لنا يا يهوى، ليس لنا، لكن لاسمك أعطي مجدا، من أجل عطف حبك، من أجل أمانتك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ إن إلهنا في السماء، كلما شاء صنع. أصنامهم فضة وذهب، عملوا أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها. مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. يا إسرائيل، اتكل على يهوى، هو معينهم ومجنهم. يا بني هارون، اتكلوا على يهوى، هو معينهم ومجنهم. يا متقي يهوى، اتكلوا على يهوى، هو معينهم ومجنهم. يهوى قد ذكرنا فسيباركنا، يبارك بيت إسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي يهوى الصغار مع الكبار. ليزد يهوى بركته عليكم، عليكم وعلى أبنائكم. أنتم مباركون ليهوى الصانع السماوات والأرض. السماوات سماوات يهوى، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. لا يسبح الأموات ياه، ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. أما نحن فنبارك ياه من الآن وإلى الدهر. هللويا.